طيب وين بدي اروح فيهم هلا؟ كنت قاعد ببيتي ومسرورة ومقاويني رب العالمين، بس بقى هون وين بدي اروح بحالي؟ تضرب القذيفة تهز البيت فينا، قعدنا بشول طلعنا من دارنا، هدوا حوالينا، طلعنا من دارنا قعدنا بشول بغرفة لا حولنا ولا حوالينا وشتاء ومطر، يعني الساغ ما في شيء ما بصير يقعد بالمكان، قعدنا مرض نزل بين ديي، شيلوا كل يوم يدفعونا بالسيارة تبطق بالطين لهون هيك، لا يجينا خبز ولا يجينا أكل لا يجينا شرب، نطلع أهل الخير يشحطونا يعملوا طالعوا حكموا وغسلوا وجبلوا. ذكرنا شلون مات بين دي يعني بحكينا مثل ما لا بحكيك اعمل هيك وما شلون مات ايش بدي اساوي؟ حمسة قلب للابد ايش بدي اساوي له؟ تخيل ابنك عيبكي عليك على لقمة اكل أو عشان تشتري وياها من دكان لابنك صغير وما عندك إياها، الأولاد كلها عم تاكل حواليه وعم يطلع فيها، إيش بصير معك؟ إيش الموقف هذا لشو؟ اللي بضل معنا هيك، لا نقدر نشتغل ولا نقدر نطلع والطيران حولنا وحوالينا.